الروس أعلنوا اليوم عن مقتل 600 جندي أوكراني في كراماتورسك. طبعا تتراود الأخبار الروسية، وكما تعلمنا نحن منذ 24 من فبراير حتى هذا اليوم عندما يخرج المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع الروسي وهو يتحدث عن أرقام فلكية وأيضا عن أضرار فلكية قامت بها القوات الروسية في داخل الأراضي الأوكرانية. لا شيء نستغربهم من الإعلام الروسي وأيضا من موالين سواء كانوا من الوطن العربي أو أيضا من الذين هم يتبعون الإعلام الروسي. بالفعل هذا شيء نفاه المكتب الإعلامي العسكري الأوكراني وهيئة الأركان العسكرية الأوكرانية بأن لا وجود لمقتل أي جندي أوكراني في منطقة كراماتورسك بضربة جوية روسية استهدفت هذا اليوم أو يوم أمس أو قبل يومين. لم تحدث هذا الشيء ولن يكون هذا الشيء حتى ضمن المخيلات الروسية، وإنما هم باعتقادي وأيضا باعتقاد المحللين السياسيين وأيضا الخبراء العسكريين بأن ما تقوم به هو روسيا فقط لنقل الإعلام إلى الجانب الروسي أو لطمأنة الذين أو أهالي الذين قتلوا في الضربة الأوكرانية التي تجاوزت فعلا أعدادهم 645، وقد ذكر الإعلام الروسي بأن مقتل 85 شخصا فقط. هذه الضربة الموجعة التي لحقت بالجيش الروسي كان من البد أن يكون لهم تصريح إعلامي بأنهم قاموا بالثأر من تلك الضربة واستهدفوا بالفعل الضربة لأحدى القواعد العسكرية الأوكرانية حيث كان يتواجد 600 أو أقل أو أكثر. نحن لا نستغرب عندما يتحدث الجانب الروسي أيضا عن أن قتالهم في داخل الأراضي الأوكرانية بدأوا بالفعل في التوغل والسيطرة وأخذ المناطق التي قاموا بفقدانها. على سبيل المثال نحن شاهدنا فيديوهات لمقتل الكثير من القوات الروسية في منطقة سليدار التي هي لا تبعد عن منطقة باخموت إلا بضعة أميال، وهذه المنطقة التي كانت تسيطر عليها القوات الروسية اليوم أصبحت بيد القوات الأوكرانية 95%. إذن هناك تقدم للقوات الأوكرانية باستجاه منطقة دونيتسك أو إلى مدينة دونيتسك التي كل يوم هي تتعرض لضربات صاروخية موجعة من قبل القوات الأوكرانية باستهدافها لمواقع عسكرية وأيضا مخازن للسلاح داخل تلك المدينة. يوم أمس أيضا شهدت القوات الأوكرانية بأنها قامت بضرب بصواريخ هايمرز على منطقة ميليتوبول، كما شاهدنا أيضا بالصور التي وردت لدينا بأن هناك حريق هائل استهدف منطقة ميليتوبول، استأثر انفجارات صاروخية. أيضا يتحدث دائما حاكم منطقة شبه جزيرة القرم بين الحينة والأخرى بأنه يقوم باستهدافات لطيران مسير أوكراني، وعلى الأرض نحن نشاهد وفي الأقمار الصناعية نشاهد هناك أضرار في مناطق معينة تمت ضربها من قبل شبه قوات الأوكرانية على مناطق شبه جزيرة القرم التي حتى هذه اللحظة تم وضع اليوم المقرر لعمليات تحرير شاملة لتلك المدينة تتراوح من الشهر السادس من عام 2023 حتى الشهر التاسع لعام 2023. سوف تكون هذه المنطقة شبه جزيرة القرم محررة بالكامل من قبل القوات الروسية ومن قبل الموالين لها المتواجدين في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا منذ عام 2014، وأيضا الإضافة التي جاءت للأسف ونحن وثقناها بأن هناك العديد من المواطنين الروس بالفعل دخلوا منطقة ميليتوبول ومنطقة مريوبول وتم إزاحة المواطنين الأوكران من هناك وقاموا بإجبار المواطنين وسكان المواطنين الأوكران الذين لم يرغبوا بالفعل من سحب الجنسية الأوكرانية واستبدالها بالجنسية الروسية، قاموا بتصفيتهم، قاموا بقتلهم، وأيضا من قاموا بتهجيرهم قسرا من مناطقهم حتى يتم إعادة توطين للمواطنين الروس أو يسمى بأهالي المقاتلين الذين دخلوا إلى الأراضي الأوكرانية لغرض العمليات العسكرية حسب ما يتحدثون هم. يوم أمس أيضا يتحدث بعض المحللين السياسيين في أحد القنوات التلفازية العربية بأنهم أصبحوا يقاتلون المثلية داخل الأراضي الأوكرانية. إذن هذه هي أهدافهم، كانوا يوم أمس يتحدثون بأنهم هم جاءوا لتحرير الأراضي شبه جزيرة القرم والدنباس من دنس الاحتلال الأوكراني. طيب تمام دكتور غيث، سأعود إليك بسؤال أخير حول الوضع عندكم في ميكولايف ساعات العقيد بعد انتهاء الهدنة الروسية بمناسبة احتفالهم بأعياد الميلاد وظهور بوتين وحيدا، شفتوا كيف نعم بالقداس لحاله، يعني ما أدري نعم شو تفسيرها هذه. على كل حال نحن أمام ضربة حارقة خارقة متفجرة
للقوات الأوكرانية في كراماتورسك ومقتل ما يقارب من 600 جندي بضربة واحدة. شو رأيك بهالكلام الروسي؟ أستاذ علاء والله هذا كلام يعني يبعث على الضحك. أها. لأنه يعني مخالف لكل القواعد الحروب في العالم أن تجمع وأنت في ظرف قتالي، يعني أنت لست متحضر، يعني حتى في حالة التأهب أو في حالة الاستنفار لا يمكن ولا يجوز جمع أكثر من يعني من 3 إلى 9 أفراد. بس صارت في مكييفكا في دونيتسك ليلة رأس السنة، واستطاع الأوكرانيون أن يصطادوا مئات الجنود الروس بضربة واحدة. نعم صواريخ هايمر، صح ولا لا؟ صح استطاعوا. طيب جاء الانتقام، هو الآن الروس يتحدثون عن ضربة انتقامية. تماما لكن لو فصلنا الضربة الأوكرانية لوجدنا أنها يعني الحديث منطقي تماما، إنه الخطيئة التي ارتكبها الروس وهذه يجب أن يحاسب عليها من ارتكبها هو السماح للجندي الروسي باستخدام الهاتف الجوال، وبالتالي عندما ضربت هذه الثكنة لم تضرب بقذيفة واحدة، هذه استهدفت الأفراد كأفراد بتقنيات عالية جدا. حتى الأوكرانيين حتى الآن لم يعلنوا عن الطريقة التي استهدفوا بها هذا العدد من الجنود الروس. أما الرد الروسي حسب ادعاء روسيا بأن مجمعا سكنيا عسكريا يحتوي على 600 مقاتل تم تدميره تماما، يعني أي عاقل هذا الذي يقبل هذا الكلام بأنك أنت في حالة حرب وحالة اشتباك وأنت قد ضربت قبل يومين أو قبل ساعات لعدوك بضربة موجعة، كيف يعني تغيب عنك كعسكري أن تسمح بتجمع العساكر بهذا الكم الهائل؟ كانوا في